اشتهر العلاج بالأوزون من حوالي 150 سنة لما صار تقدم الطب وصاروا يستعملوه أكثر بعلاجات الأمراض المستعصية والمزمنة وللتقليل من آثار الأدوية اللي بياخدوها المرضى. يعتبر الأوزون وهو أكسجين عم يعطوا للأشخاص المرضى بحالات ضيق التنفس، بحالات الأمراض الجلدية والسكري، آلام المفاصل والعظام. ما كانت أول شيء معروف العلاج بالأوزون لأنه نحن اعتمدنا أكثر على الأدوية الكيميائية، ولكن مع تطور العلم بلش الطب البديل يستعملوا أكثر. أوزون طريقة كتير فعالة للحد من الأثار الجانبية للأمراض ولسرعة الشفاء للأشخاص اللي بيكون عندهم أمراض قديمة وأوجاع مؤلمة. جينا لعندك لحتى تخبرينا عن الأوزون، بس أنت بتقدر تشرحي أكثر وأحسن عنه. كتير هلأ رائدة هيدي بعالم التجميل الأوزون ثيرابي للعلاجات بنفس الوقت للتجميل اللي عم نشتغلها نحن. أول شيء للعلاجات الطبية منها للكانسر، بنفس الوقت نحن عم نعطيها كمان لتجديد الخلايا الجذعية، بنعطيها لمساعدة امتصاص الكريمات أو حتى مساعدة امتصاص الفيتامينات بالعرق، لأنه نحن لما عم ناخد الأوزون عم نزيد رطوبة البشرة، عم نزيد أكيد نسبة المي بالجلد، وبنفس الوقت نحن عم نقدر نحقن مع انتي اوكسيدنتس اللي هن الإبر اللي بتساعد عدم أكسدة الخلايا. بهيدا الوقت بصير عندنا نحن تفاعل للخلايا الجذعية ومنه بتصير تشتغل على كل أعضاء الجسم، كمان على جهاز المناعة وقتل الفيروسات مثلا كوفيد. طبعا نحن اوريدي سجلناها اساسا انتي كورونا، وهلا رح فرجيكي كيف بنقدر نجهز الأوزون، كيف رح نقدر نعطيه مع ضغط الأكسجين، وكيف بنقدر نفوت فيتامينات لحتى نعمل هيدا الريجينريشن والريهابيليتيشن اللي هو العنوان الجديد بعالم التجميل التجددي. وهون من بعد ما جهزنا المصل مثل ما شايفين كلياتها كلوست سيركويت، بتشوفوا البابلز اوف أوزون ثيرابي عم يطلعوا لأنه هو أساسا غاز، فالطريقة نحن لنقدر ندخله على الدورة الدموية هي بإعطائه عبر سائل، وهيدا السائل بحفز الأكسجين بالخلايا وبخلي الدورة الدموية كمان بنفس الوقت تتفاعل بطريقة متساوية على الجسم كله. بدنا نرجع نزيد الفيتامين سي اللي هو الأنتي أوكسيدنت. بس السؤال الثاني، بتقدر تحطي كل أنواع الفيتامينات فيها ولا في فيتامينات لا بينحط؟ مش كل الأنواع، لأنه في أنواع فيتامينات هي بتدوب بالشحم، نحن بدنا ننتبه الأنواع اللي بتدوب أكثر بالمي هي اللي بتنحط لتعمل شيء اسمه أيونايزيشن بالجسم، أما الأنواع اللي بتدوب بالشحم ممكن هي تنحقن ديركت من خلال العلاج أو بتنحقن العضل او تحت الجلد حسب الكاينتكس، حسب البروبرتيز تاع الدواء. تمام.